عندها شنو عندها السيده؟ سيده حامله بص من 10 الصباح وانتم شادين هنا من 10 الصباح اش كنتوا كتسناو؟ من 10 ديال الصباح بزاف هاد الشيء وافقوا وافقوا عباد الله ولا ولادكم كيموتوا وبناتكم كيموتوا وهاد الحكومه ما دارت لكم والو اش دارت؟ اش دارت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل. واش شافوا في هاد الناس في السبيطار عطاوها شي حاجه ولا شنو؟ من الصباح هي كتوجع ملي دابا وصل لعند ملي كنقولوا حاله حرجه عاد ولاو كيقول لك ما بقاش عندها امكانيات. اذا الصباح عطاونا المراه الصباح قلبوا المراه قلنا السيده خاصه علاج السيده خاصه تولد في سبيطار كبير ما تبقاش شاديره حتى هي تموت ولا لا؟ واش ما تبقاش شاديره حتى تموت؟ اللي انتم كدوروا بها اختي من الخاصه الصباح السلام عليكم. اول حاجه الله يرحم هاد البنيه والله يصبرك. امين يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين. خويا الدريه خويا كانت حامله كان عندها طانسيو كانت في السبه معاهم هنا في سيدي عثمان من ديك الجمعه اللي فات وهي كتمشي وتجي كتمشي وتجي كتمشي وتجي حتى هاد الجمعه هما يشدوها قال لها راه تولدي هي ديك الجمعه ولدت بعمليه قيصريه بالفتح ناس الجمعه السبت لحد خرجوها خرجوها البارح خرجوها نهار الحد ما هذيك العشرة ولا ما في 11 المهم اليوم تا قال لك تخنقات ليهم في الدار اللي كانت مع واحد مرت خويا تا عيطت لخويا قالت لي جي راه اختك راه داز ليها في الدم من فمها وداك الشيء ندوها للسبيطار هزوها جابوها للسبيطار يعني انا فما كنتش معاهم تا عيطوا لي قال لي تعالى راه بنتك راه مريضه راه زاد عليها الحال راه جابوها لسيدي عثمان جيت انا تلقيت كلشي كيندا وكيغوت كيدير السبب اللي ما عرفتش انا السبب واش شي حاجه طبيه واش والعلم لله نقول شي حاجه ما يمكنش ليا صحيحه السيده صحيحه طانسيو طانسيو عندها شي 18 عام زيده في 2003 قصيره راه 2003 في الزيده هي شهر 8 2003 اول ولده ليها هي باقي ما قالوا لنا حتى واحد باقي ما شنا حتى حاجه اخويا الشيء اللي كاين راه باقا الاجراءات كيديروا فيها راه باقي مكاين والو العفو سلمى مات صغيرة وا سلمى ورا ما شتاش اخويا جاية شي عام وا سلمى اخويا ما شتاش ورا كنا غنجيو عندها البارح اخويا اول ولدة باقا صغيرة 18 عام ورا انا علاش شويت اول المدير السيده والده نهار الجمعه مخرجينا نهار الحد راه ماشي معقول والده بالفتيح عيب راه عيب عيب هاد الناس هادو كنقول لهم لهاد الناس يقابلوهم كروسه باش يهزوا المراه ما كايناش حشومه هاد الشيء ماشي معقول حشومه عليهم هاد الشيء هذا حشومه كانت ولدات عاديه ولدات عاديه هادي بعمليه قيصريه وتفكات ودخلت عندها نهار الجمعه وشتها وعنقتني مسكينه تكيت عليها وهزيت يديها وعنقتني وباستني قلت لها انت يا بنت خويا انت تفكيتي اليوم ما تخلعي ما تخافي ما تحاجه قالت لي لا عمتي ما بقيتش نخاف على الوليد قالت لي راه صغير قلت لها ماشي مشكل واخا صغير دابا يغلط دابا يكبر كتهضر معايا عادي مسكينه يا عادي عيطنا البارح لما قالت لي راه خرجناها قلت لها علاش خرجتوها دغيا خرجتوها قالت لي راه هما اللي خرجوها صافي قلت انا اذا غتكون العمليه بخير وعلى خير راه مزيان تعيطوا علينا دابا مع 12 قال لك راه سلمى ماتت تفاجئنا صافي الموت لا عندها 18 عام يلا 18 عام وصحيحه راه دياموند مسكينه بالزين وبالصحه ديالها وب ما نقولش ليك ما نقولش ليك راكو كانوا يخليو يصوروها كره سميتو راه ما نقولش كي دايره وما كتعاني ما نقدر نقول حتى شي حاجه اللي كنطالبوا به حنا وهو الطبيب الشرعي بغينا نعرفوا هاد السيده باش ما دات ما دو تقليد حتى شي واحد واش من العمليه واش من الطونسيو حيت هي ولدوها على حسب الطونسيو طالع ولا موراجي ولا الفتحه ماشي هي هذيك الله اعلم انا ما نقدرش نتقلد هي ماتت شهيده وانا ندي التقليد انا ما نحمل المسؤوليه حتى شي حد الطبيب هو اللي كي
اللي غيتكلم بداك الشيء نعرفوها باش ماتت، غير نبردوا بعدا نعرفوا السيده مسكينه باش ماتت، يعني حيت صحيحه 18 سنه ما كتعاني حتى شي من حتى شي مرض ما كتعاني منه، وهذا هو. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.